خير يا باشا، هو في حاجة حصلت؟ مبروك يا علي، بكرة هتخرج لمراتك وربنا يكرمك بأولاد. أنا مش فاهم حاجة يا باشا. أنت هتخرج في عفو ثورة يوليو، أنت مش قضيت أكتر من نص المدة؟ حصل يا باشا، ثورة يوليو اللي هو ده الشهر اللي جاي؟ آه. يعني أنا خلاص هخرج وأشوف الدنيا؟ في شوية إجراءات بتتم، سميها برنامج تأهيلي. يعني إن شاء الله كده بعد شهرين أنا رشحتك للعفو ده بعد ما اتأكدت إن أنت بقيت راجل رياضي ونزلت كرشك وبقيت صناعي قد الدنيا. عايزك لما تخرج من هنا اشتغل بالصنعة اللي أنت اتعلمتها. الصنعة اللي أنت اتعلمتها تاكل من وراها الشات، تستقيم ومبطل شقاوة. حاضر يا باشا. شقاوتي يا باشا؟ ده احنا على باب الله. مش عايز اشوفك هنا تاني. والله ولا انا يا باشا. مش القصد، يعني انا ممكن اجي بس عشان اسلم عليك. ولا عايزك تيجي تسلم عليا. حاضر يا باشا. حاضر.